والله اتمنى لهم اني اموت بتدمر، بتراب تدمر، بصحراء تدمر. اولادي ما بعرفوا بلدهم، حاب اولادي اني يشوفوا تدمر. طلعوا اطفال، طلعنا من مدينه تدمر نتيجه القص، نتيجه القنابل، نتيجه المجازر اللي شفناها بمدينه تدمر. المعاناه كانت كبيره. الامبراطوريه التدمريه امبراطوريه كانت عظيمه. اثار تدمر لحد الان شاهد على الحضاره، تاريخ قوي، تاريخ كبير، تاريخ حتى الغرب، حتى الغرب بيشهد فيه. انا احمد محمد حسن من مهجرين مدينه تدمر، متزوج، عندي 3 اطفال باعمار مختلفه. طلعنا من مدينة تدمر نتيجة القص، نتيجة القنابل، نتيجة المجازر اللي شفناها بمدينة تدمر. طلعنا من تدمر باتجاه مدينة محافظة الرقة، كمان تهجرنا من الرقة، طلعنا كمان باتجاه الشمال. المعاناة كانت كبيرة، يعني كانت شبيهة بالتهريب لمدينة تركيا. دفعنا مصاري حتى نحن وصلنا لهون لهالمنطقة هي، دفعنا مصاري، دفعنا مبالغ. معاناتنا جدا كبيره، يعني نفس الهم شايلينه، نفس المشاكل شايلينه، اجار السكن من همومنا، وظائف ما في، اشغال ما في، المواد التموينيه اللي عم نستهلكها كل يوم في زياده اسعار. تدمر كانت امبراطوريه كبيره. تدمر الملك أذينة ثم تابعت نهجه الملكة زنوبيا. الإمبراطورية التدمرية وصلت لتركيا، وصلت لمصر، وصلت للخليج. إمبراطورية كانت عظيمة. أثار تدمر لحد الآن شاهد على الحضارة. قلعة تدمر شاهد، قوس النصر شاهد، معبد بل، معبد بعلشامين، كله شاهد على حضارة تدمر. تاريخ قوي، تاريخ كبير، تاريخ حتى الغرب، حتى الغرب بيشهد فيه. عندي غرفة ومنافح، ما بقدر استقبل زوار. يا ريت شخفت ارض نبني عليها غرفتين، نرجع شوي من من من, من تاريخنا بتدمر، نزور بعضنا، نرجع نهتم مع بعضنا، نرجع نسهر مع بعضنا، نزور بعضنا بالافراح، مريض نزوره، هلق ما في. والله اتمنى لهم اني اموت بتدمر. اولادي ما بعرفوا بلدهم، حاب اولادي اني يشوفوا تدمر. طلعوا اطفال، اولادي طلعوا اطفال، ما بعرفوا شو بتدمر. حاب ارجع لجذوري. بتمنى والله اتمنى اصل تدمر واموت بتدمر، اندفن بتدمر. ترى الموت واحد، وكان اندفنت هون ولا بتدمر واحد، بس لا، انا اتمنى اندفن بتدمر، بتراب تدمر، بصحراء تدمر. اتمنى تدمر عشقي عشقي عشقي. تدمر روحي.